السلام عليكم، معكم مصطفى الشيخي باع الدجاج بالطرنكات. كنتكلموا على الدجاج على حسب الدجاج غالي، الثمنه ديالو كتراوح ما بين 21 و 22 درهم. الايامات هذه الناس كيجيو كياخذوا الدجاج كيجبروها غالي، اكثريه منهم ما كيتسوقوش. كتشوفوا الاسعار اللي غاليه دابا، كاينه النوت كامله غاليه، وبالنسبه للدجاج حتى هو وصلوا هذا الغلاء هذا، وما عرفناش الاسباب. لان الناس راه كيتسائلوا، حتى هما كيسالونا حنا، كيقولوا لنا شنو السبب بان علاش الدجاج غالي. ما كنجبروش كيقولوا لنا الناس اللي كيجيو يتسخروا معنا، كيقولوا لنا زعما غير تحشويه نبقاو نتسخروا من عندكم ناخذوا الدجاج. ولكن حاليا الله يحسن لها القدره الشرائيه، انتم كتعرفوا هذا المواطن. بالنسبه للاسباب، اسباب كان حنا بالنسبه لنا حنا كبائعين ما كنعرفوش الاسباب، ولكن اللي كنخوض في هذا الموضوع هذا مع المربيين ديال الدجاج كيقولوا لنا بان الاسباب العلف، العلف غالي بالنسبه للعلف، الاعلاف غاليه، وبالنسبه للكاليتي نقصوا منه الجوده، يعني جوده الاعلاف ما بقاتش. بالنسبه للصحافه كما كيطرح لنا السؤال كما جاو عندنا اليوم 24 طرحوا لنا السؤال علاش الدجاج غالي، انا كنجاوبهم الجوابات لان الاجوبه ما كايناش اجوبه غير مقنعه. بالنسبه للمربيين كاين بعض المربيين كيجيو عندنا كنسالوهم كيقولوا لنا بان الاعلاف غاليه، التخوف كاين الخوف ما كيبغيوش لانه كيربيو الدجاج ان الاعلاف غاليه، المواد غاليه، كتجعل بانه يتربى الفلوس، الفلوس غالي حتى هو. كنطرح هذا السؤال على الجهات المسؤوله انهم خصهم يدخلوا في هذه المساله هذه، لان المواطن في حيره من امره، لان كل شيء غالي ودابا وصلت الدجاج. بالنسبه لامور اخرى، بالنسبه كتسال البيض دابا غالي، كاينه غالي حاليا، الله يحسن العام. كنطرح هذا السؤال هذا ودائما الاجوبه ما كايناش. قبل من هذه كان في الجائحه، ايام الجائحه كان الدجاج رخيص، كنا كنبيعوه ب 11 درهم 12 درهم 10 وصلت 10 درهم، كان الدجاج كيخرج بكثية كمية بزاف، كيخرج الناس كتخرج الدجاج بزاف، وكان كيبقى لنا النصيب، كيبقى لنا واحد النصيب مزيان. الآن كنجيبوا الدجاج، انتوما كتشوفوا الناس ما كيبغيوش يتسوقوا الدجاج، الدجاج كيبقى في أي المحلات كاملين كيبقاو لهم الدجاج، يعني ما كاينش الخروج، خروج قليل بزاف. وطلبوا الله خير في الايامات المقبله ان شاء الله، المسؤولين ينظروا لهذا الامر هذا، ان كل شيء كيعاني في هذا القطاع هذا. طلبوا الله الايامات القادمه ان شاء الله يكون خير، تبدل الامور الى ما هو احسن، وكنترجاو خير. بالنسبه نمشي لواحد النقطه مهمه، الناس البسطاء اللي كيجيو يتسوقوا تاخذوا الدجاج، ملي كيجبروا الدجاج غالي 21 22 درهم ما كياخذوش، كيقولوا لنا حسب اسمح لي انا ما نقدرش ناخذ بهذا الثمن هذا، لان القدره الشرائيه ديالو ما كيقدرش، كيضطر انه مثلا يمشي ياخذ حاجه اخرى، ولا يقدر ياخذ الدجاج مقطع، مثلا كنقولوا حنايا الدجاج هذاك ما ياخذش، لان الدجاج مثلا الا وصلتي لواحد الدجاجه في الميزان غتجيلو مثلا 5000 ولا 4000 ولا 5000، كيقول لك بزاف عليه. هو ما السنه كياخذها مثلا غير في الجائحه ولا مورا الجائحه كان كياخذها بواحد الثمن اقل، يعني كان كياخذ دجاجه 22 درهم، دجاجه كامله 22 درهم 21 درهم. الان تبدلت الامور، قلت بان اي دجاجه دابا عنوز ذلك غادي تكون واحد 4500 حتى 50 درهم 45 درهم.